دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد الأحلام المحققة. فيها التحدي وقهر المستحيل للوصول للقمة بلا منازع. زاع المنصوري أبدى مستوى عالي من الاحترافية والجدية والتميز. من طيار مقاتل إلى أول رائد فضاء إماراتي. هزاع البطل، هزاع فخر الدولة، هزاع المنصوري. هكذا بدأت رحلة هزاع من هنا، ومن هنا بدأ الحلم يكبر حتى تحول لحقيقة وإنجاز وفخر لكل العالم. من الإمارات العربية المتحدة والعاصمة الحبيبة أبوظبي، نبدأ رحلتنا لنكتشف ونتعمق في أصل وبداية الحكاية. وجهتنا إلى قاعدة الضفرة الجوية التابعة للقوات الجوية الإماراتية، التي تبعد مسافة 32 كيلومتر جنوب العاصمة أبوظبي. هنا أسراب الطائرات المقاتلة التي انطلقت فيها رحلة هزاع نحو الهدف الحلم. قاعدة الضفرة الجوية في العاصمة أبوظبي أسست عام 1983. في هذه القاعدة جناح المقاتلات الثاني تدرب هنا هزاع المنصوري كطيار مقاتل. ولد هزاع المنصوري في منطقة الوثبة في أبوظبي في 13 من ديسمبر من عام 1983. في طفولته كان محباً للاستكشاف، وكان شغوفاً بمطالعة النجوم والشهب في الليالي المظلمة في صحراء ليوا، بعيداً عن أضواء المدينة حيث أمضى أغلب طفولته. كان يحلم بأن يكون طيار، وكان يحب القراءة عن الطائرات ورحلات الفضاء. بعد إتمامه المرحلة الثانوية من مدرسة الصديق الثانوية للبنين في ليوا في منطقة الظفرة، قاده شغفه للفضاء وحبه لخدمة وطنه إلى الالتحاق بالقوات المسلحة ليصبح طياراً حربياً، والتحق بكلية خليفة بن زايد الجوية في العين في 2001، تخرج منها عام 2004، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران. أرسلته دولة الإمارات للتدريب على طائرات F-16 في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع لمجموعة برامج تدريبية منها دورات تخصصية متقدمة والتدريب على الدوران وقوة التسارع التي تصل إلى 9G وعلى مناورات العلم الأحمر. وبعد عودته إلى دولة الإمارات التحق بأسراب العمليات، ومن ثم شغل منصب مدرب على طائرات F-16 هنا في قاعدة الضفرة الجوية التابعة للقوات الجوية الإماراتية. هنا تدرب هزاع المنصوري على الطيران وشتى أنواع الطائرات الحربية وطائرات الاستعراض. هنا أثبت أنه طيار من الطراز الرفيع، وهنا شق طريقه إلى السماء. في 11 من إبريل عام 1983 افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قاعدة الضفرة الجوية في إمارة أبوظبي، واللي تعد من أكبر وأهم القواعد العسكرية الجوية في الدولة. في هذه القاعدة العريقة تم تدريب العديد من الطيارين الإماراتيين بأفضل الأساليب وعلى أحدث الطائرات، فخرجت هذه القاعدة أكثر الطيارين خبرة وأكثرهم معرفة بعلوم الطيران، ولديه الميزات والصفات الأهم اللي خولته بأنه يكون المرشح الأول ليكون أول رائد فضاء إماراتي. لكن كيف بدأت الحكاية؟ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. التدريبات اللي خضتها هناك كيف أهلتك كطيار حربي أنك تصبح وتترشح لتكون أول رائد فضاء إماراتي؟ طبعاً أوجه لهم تحية، القوات المسلحة والقوات الجوية والدفاع الجوي، على التأهيل اللي حصلته. اللي شفته هناك يعني هو التأهيل على أن نكون طيارين على مستوى عالي، وفي نفس الوقت نكون مدربين، وبهذا الشيء نقدر نورث ونقدر ننقل هاي المعرفة للجيل القادم والجيل اللي بعدنا. فكانت هاي يعني من المراحل في حياتي اللي أنا أفخر أني أكون جزء منها، وأهلتني كثير طبعاً
لأنها أعطتني الكثير من الأمور اللي خلتني أجتاز المراحل الصعبة في اختبارات كراد فضاء بأريحية كثيرة. فقد حلمها الزاع المنصوري بالطيران منذ الصغر، وسعى وحقق حلمه بأن دخل مضمار الطيران الحربي عبر كلية الشيخ خليفة بن زايد للطيران، وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في علوم الطيران. شغفه بعالم الطيران وحب الاطلاع والاستكشاف بدأ منذ الصغر، فقد كان للنجوم وعلوها أثرها الكبير على اختياره بأن يصبح طيار، وهذا ما شق الطريق له ليكون أول رائد فضاء إماراتي. الزاع المنصوري عرفته معرفة شخصية من خيرة الشباب، دائما طموح ما يرضى أبدا إلا بالأفضل، وكل طموحه كان منذ الصغر إنه يكون رائد فضاء. ومن أجمل القصص اللي ذكر لي إياها مرة كان يوم كان مرشح في كلية خليفة بن زايد الجوية، وأول ما التحق بالكلية سألوه الضباط اللي مسؤولين عنه في تلك الفترة ما هو طموحك، ماذا تود أن تكون في المستقبل؟ فأجاب هزاع قال رغم أن كان في تردد يقول لي في تلك الفترة أني أنا ودي أكون رائد فضاء من سنين يعني. من سنين نعم. ففي اللحظة هذه طبعا جوابه نال استغراب كثير من اللي كانوا موجودين في المكان، ولكن وأثبت أن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل حكومة رشيدة تؤمن بأهمية الشباب وتوفر وتسخر كل ما تملك لهؤلاء الشباب أنهم يوصلون لأعلى المراتب ويحققون أفضل الإنجازات على مستوى العالم. بالعمل والاجتهاد والمثابرة تزول الصعاب وتتحقق الأحلام، فمهما كان الحلم بعيداً والطريق طويلة، إلا أنه لا يوجد مستحيل في قاموس من وضع الهدف نصب عينيه. أحلام الصغر كبرت، وأحلام الوطن حققت وحملت على أكتاف أبناء الوطن المتميزين.